لباس الأبيض كان لباس الحداد عند الأندلسيين، حيث قال الشاعر الحصري القيرواني في ذلك: ألا يا أهل الأندلس فطنتم بلطفكم إلى أمر عجيب، لبستم في مآثمكم بياضا فجئتم منه في زي غريب، صدقتم فالبياض لباس حزن ولا حزن أشد من المشيب. فلحد الآن تلبس النساء الأبيض في كل من الجزائر والمغرب، وخصوصا المرأة المتوفى عنها زوجها، حيث تلتزم بحق الله وهو 4 أشهر و10 أيام حدادا على موت زوجها، ومتميزة بذلك على جميع النساء باللباس الأبيض الكامل.